أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نأخذكم بجولة والأرصال الجوية. وطقسنا كان بنهاية الشهر السابع درجات الحرارة انخفضت بسبب الرطوبة العالية، أمطار متفرقة خفيفة كانت في المناطق الشمالية والجنوبية من دولة الكويت، وما زالت الرطوبة مستمرة ويانا. معظم الأسئلة هذه الأيام متى تنتهي هذه الرطوبة؟ لما تحول رياح إلى شمالية غربية تكون رياح جافة تخف معها الرطوبة نسبية، ولكن تؤدي إلى صعود وارتفاع في درجات الحرارة. شهر 8 من الأشهر الشديدة الحرارة، شهر 6 7 8 من الأشهر شديدة الحرارة، شهر 9 من الأشهر الحارة، تنكسر درجات الحرارة في نهاية شهر سبتمبر خاصة بالليل أو درجات الحرارة الصغرى. فالرياح باكر تحول إن شاء الله شمالية غربية، تنخفض معها الرطوبة نسبية، ولاحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. حاليا بعض الغيوم متفرقة في مدينة الكويت، في سماء مدينة الكويت، رياح جنوبية شرقية سرعتها 22 كيلومتر بالساعة، حرارة 42، رطوبة نسبية 33%، والرؤية الأفقية أكثر من 10 كيلو. أما في نهار الغد الرياح راح تكون شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 45 كيلومتر بالساعة، راح تنخفض معها الرطوبة النسبية مثل ما ذكرنا، والحرارة الصغرى 34 في مدينة الكويت، 31 إلى 32 في المناطق الصحراوية، وفي الجزر 35 درجة مئوية، السماء تكون معظمها صافية من الغيوم. عفوا، الحرارة العظمى متوقعة 48 مدينة الكويت، 50 في العبدلي، 49 إلى 48 بالسالمي، الوفرة 48، وفي الجزر 46، سماء صافية، رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 45 كيلومتر بالساعة، وبالليل تحول رياح إلى جنوبية غربية سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، المد الأول في 4 الفجر، المد الثاني الساعة 3:35 بعد الظهر، الجزر الأول في الساعة 10:10 صباحا، والجزر الثاني في 10:05 مساء. أذان الفجر لنهار الغد راح يكون إن شاء الله الساعة 3:41، شروق الشمس الساعة 5:10، الغروب الساعة 6:38. أما الطقس متوقع الأربع وخمسة أيام قادمة، سماء صافية، بعض الغيوم يومي السبت والجمعة، درجات الحرارة يوم الخميس باكر سماء صافية، حرارة العظمى 49 والصغرى 34، رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 45، وتتحول رياح إلى جنوبية شرقية يوم الجمعة السبت والأحد والاثنين، سرعة الرياح راح تكون من 10 إلى 35، الحرارة العظمى يوم الجمعة 50 والسبت 47 والأحد والاثنين 50 والصغرى 36 إلى 33 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم متابعتكم، والآن نلقي نظرة على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.